التعادل. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكورة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. تشرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، لتصحبكم السلامة، نتمنى لكم مزيد من المتعة في هذه المباريات وهذه اللعبة الجميلة.